خلال المؤتمر الكشفي العالمي تحت رعاية الرئيس السيسي، مدبولي يؤكد أن الدولة تدرك أهمية استغلال ودعم الطاقات الشبابية المبدعة. خلال لقاء مع وزير الخارجية، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تثمن دور مصر في التعامل مع الأوضاع بغزة. بلينكن يصل إلى تل أبيب ويلتقي نتنياهو وجالنت غدا لبحث وقف إطلاق النار في غزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على الدفع بالكشافة المصرية للأمام بتوفير كل الدعم المطلوب لها، موضحا أن تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية تأتي ضمن عملية تنمية الإنسان. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي 43 والذي أقيم بقصر القبة الرئاسي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعرب رئيس الوزراء عن فخره بدور الكشافة المصرية وتفاعلها مع الحركة الكشفية العالمية والعربية. وأن انعقاد هذا المؤتمر في مصر وإعطائه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية هو دليل على الاعتراف بإيماننا بدور الكشافة في بناء الإنسان، كما يعكس التزامنا الراسخ بتفعيل دور الشباب في التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة تتطلب من الحكومات البحث في كل آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام. وأضاف مدبولي أن الدولة تعمل على مواكبة الركب التكنولوجي السريع وبناء قيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية، مشيرا إلى أن الدولة تدرك أهمية استغلال ودعم الطاقات الشبابية المبدعة. إن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة، وتتطلب هذه التغيرات منا كحكومات البحث في كل آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام وتزويدهم بمهارات القرن 21 ومواكبة الركب التكنولوجي السريع، وفي الوقت ذاته بناء القيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية المبدعة، خصوصا أن الشباب في مصر يمثلون شريحة ضخمة من تركيبة الشعب المصري، وهذه ميزة تدركها الدولة المصرية وتعمل على استغلالها ودعمها. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي، تابع خلاله عددا من ملفات العمل. خلال الاجتماع استعرض الرئيس التنفيذي للوكالة الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية والموقف التنفيذي لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى ما يتعلق بتأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية. وأشار صدقي إلى أن مصر فازت برئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي والتابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا، حيث إنه لأول مرة منذ تأسيس اللجنة في ديسمبر من عام 1959 أن تترأس أعمال اللجنة دولة إفريقية. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ممثلي شركة نيسان مصر لصناعة السيارات بهدف دعم التوسع في التصنيع المحلي. ورحب رئيس الوزراء بممثلي الشركة مطالبا بالتوسع في صناعة السيارات بمصر في ظل تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات والحوافز التي تمت الموافقة عليها. وخلال اللقاء عرض العضو المنتدب للشركة استثمارات وخطط شركة نيسان بالسوق المصرية على المدى القصير والمتوسط، موضحا أن نيسان مصر تخطط لضخ استثمارات بنحو 55.9 مليون دولار حتى عام 2026 في مختلف الأنشطة لتعزيز وجودها في السوق المصرية.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تولي صناعة السيارات حاليا أولوية قصوى. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع مسؤولي مجموعة القصراوي للسيارات لبحث فرص التصنيع المحلي والتصدير. وخلال الاجتماع استجاب رئيس الوزراء لطلب محمد القصراوي رئيس مجلس إدارة مجموعة القصراوي للسيارات بتوفير قطعة أرض للمصنع الخاص بهم، حيث لفت القصراوي إلى أنه من المستهدف تصنيع إحدى السيارات الجديدة، مؤكدا أنه يستهدف إنتاج 23 ألف سيارة على مدار 5 سنوات منذ بدء الإنتاج. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، مشيدا بالتعاون القائم بين مصر ومكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في القاهرة، مؤكدا على عزم مصر الاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاطلاع بدورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وخلال لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ثمن وزير الخارجية موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش منذ بدء الحرب على قطاع غزة وتمسكه بضرورة وقف إطلاق النار. ومن جانبها أشادت نائبة غوتيريش بدور مصر الفاعل منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة في قطاع غزة، كما ثمنت التنسيق المتواصل بين مصر والمنظمة الأممية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأعادت التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار، معربة عن أملها في أن تسفر جهود الوساطة المصرية بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر هدفها المنشود. ثمن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورني جهود الوساطة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وأكد وزير خارجية بريطانيا وفرنسا أن الوسطاء المصريين والأمريكيين والقطريين يطلعون بدور قيم بشكل خاص في تنسيق المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وصفقة المحتجزين. كما أشار الوزيران إلى أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية يعد الطريق الوحيد طويل الأمد للسلامة والأمن في المنطقة العربية. تتواصل الجهود المصرية لوقف نزيف الدم في الأراضي المحتلة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية. تستعد القاهرة لعقد محادثات مرة أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار. جهود مصرية متواصلة لوقف نزيف الدم في الأراضي المحتلة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. الجهود المصرية الراهنة تمثل امتداداً لدورها التاريخي إزاء قضية العرب الأولى، حيث ظلت القضية على رأس أولويات اهتمام القيادة المصرية وإيمانها العميق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. قمة القاهرة للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي جاءت فور نشوب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل الجهود الدبلوماسية والدولية التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ووقف الحرب وإيصال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة. المفاوضات الجارية بوساطة مصرية قطرية أمريكية تعكس إيمان مصر بأهمية التصدي لتصفية القضية الفلسطينية مع ضرورة
التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار. القاهرة على موعد جديد من محادثات الهدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين بعد محادثات سابقة في الدوحة والتي وصفها البيان المشترك لمصر وقطر والولايات المتحدة بالجادة والبناءة حيث أجريت في أجواء إيجابية. البيان المشترك للدول الثلاث أشار إلى اجتماع لكبار المسؤولين من حكومات تلك الدول مرة أخرى في القاهرة آملين التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة. كان البيان المصري القطري الأمريكي المشترك قد أكد أن الطريق أصبح ممهدا حاليا لإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لشعب غزة وتهدئة التوترات الإقليمية. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل حيث من المقرر أن يبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن غدا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالنت. وتأتي زيارة بلينكن العاشرة للمنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي بعد أيام من وساطة مصرية وقطرية وأمريكية لحل الأزمة. ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى وجود تفاؤل جديد بإمكانية إتمام الاتفاق، ولكنهم حذروا أيضا من أنه ما يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التشديد على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما استشهدت فلسطينية وطفل وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة في شرق خان يونس جنوب القطاع. وقصفت طائرات الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى اشتعال النيران في أحد المباني السكنية. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد أكثر من 40,000 فلسطيني جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي وإصابة أكثر من 92,600 آخرين. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن صحة الأطفال في غزة في أدنى مستوياتها. وشددت اليونيسف على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية لمدة 7 أيام للوصول إلى 640 ألف طفل في غزة حياتهم معرضة للخطر إن لم يتم تطعيمهم ضد شلل الأطفال. وأعلنت المنظمة الدولية أنها جهزت نحو 2700 عامل مؤهلين لتطعيم الأطفال بقطاع غزة ضد مرض شلل الأطفال، لافتة إلى أن 9 من كل 10 أطفال يعانون من الأمراض في قطاع غزة. أكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع بقلق بالغ جريمة الترحيل القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد التجمعات البدوية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مسافر يطا والأغوار. وفي بيان لها أكدت الوزارة أن عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة جراء جرائم واعتداءات قوات الاحتلال وصلت إلى أكثر من 40 تجمعا، وذلك بعد ترحيل آخر الأسر الفلسطينية البدوية من أم الجمال في الأغوار الشمالية. وأشارت الوزارة إلى أن جرائم قوات الاحتلال بترحيل التجمعات البدوية ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتفريغها من سكانها وأصحابها الأصليين وتخصصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين.
أزمة جديدة يتعرض لها قطاع غزة مع تزايد الإصابة بمرض شلل الأطفال، مما يدفع منظمات الإغاثة إلى الدعوة إلى وقف عاجل للحرب حتى يتمكنوا من تكثيف التطعيمات وتجنب تفشي المرض بشكل كامل. يأتي ذلك بعد اكتشاف حالة واحدة ويشتبه في وجود حالات أخرى، فضلا عن اكتشاف الفيروس في مياه الصرف الصحي في 6 مواقع مختلفة خلال شهر يوليو الماضي. لا أكل ولا شرب ولا علاج ولا ايش نسوي احنا في حياتنا؟ يعني اقل ما فيها بدنا علاجات للاطفال وتحمون اولادنا حاليا من شلل الاطفال هذا اللي انتشر الحين الفيروس هذا في جميع قطاع غزه. منظمات الاغاثه بقطاع غزه اكدت انه تم القضاء على شلل الاطفال في غزه قبل 25 عاما، لكن مع انخفاض التطعيمات بعد اندلاع الحرب قبل 10 اشهر اصبح القطاع ارضا خصبه للفيروس، حيث يتكدس مئات الالاف من الفلسطينيين النازحين في مخيمات تفتقر الى المياه النظيفه او الصرف الصحي السليم وترتفع بها أكوام القمامة. ولتجنب تفشي المرض بشكل كبير تعتزم منظمات الإغاثة والعاملون الصحيون المحليون لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة على مرحلتين من التطعيمات بواقع نحو 1,600,000 جرعة، لذلك يتعجلون وقف إطلاق النار في أقرب فرصة لمدة 7 أيام على الأقل. كل الأكل صار ملوث لأن إحنا عايشين في بيئة ملوثة، صرنا فيش أكل صحي، بعدين فيش أدوية، فيش مواد تنظيف، فيش الصابونة، فيش الشامبو، فيش الواحد اللي ديتول إنه ينظف. هذا وتشير تقديرات منظمة ميرسي كور للإغاثة إلى أن نحو 50,000 طفل ولدوا منذ بدء الحرب لم يتم تحصينهم ضد فيروس شلل الأطفال، مما ينذر بتفشي مزيد من حالات الإصابة بالمرض في القطاع المحاصر. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل منخرطة في مفاوضات معقدة من أجل إعادة المحتجزين في قطاع غزة. خلال اجتماعه لمجلس الوزراء الاحتلال أكد نتنياهو أن هناك أمورا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تكون مرنة فيها، وهناك أمور أخرى لن يمكن السماح بها على حد تعبيره. انضم مئات الفلسطينيين في تل أبيب إلى مبادرة نقف معا في إطار الحملة الشعبية ضد التجويع في غزة، ويأتي ذلك بهدف جمع التبرعات لإرسالها إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من 10 أشهر. حماس قبل مخان لا أفشغ شو مجنون. عائل خاوية خارج سجون الاحتلال، انضم مئات الفلسطينيين في تل أبيب إلى مبادرة نقف معا في إطار الحملة الشعبية ضد التجويع في غزة ولجمع التبرعات لإرسالها إلى القطاع الذي تفترس سكانه أنياب الجوع يوميا. مساعدة لأهلنا في غزة، للأطفال الصغار اللي بتموت من الجوع، والهدف هي إنه عدم تجويع الصغار. احنا ضد الحرب، احنا ضد كل الاشياء اللي بتصير هذه سواء من الجهتين من عندنا او من عندهم. احنا شعب واحد واحنا ايد واحدة، وابسط الاشياء اللي احنا ممكن نعملها هي انه احنا نجرب نعطي ونتطوع بمساعدات لشعبنا اللي عم بيعاني من الجوع والتجويع حاليا بسبب اسرائيل وبسبب هالحرب. هاي الحملة مئات الناس تطوعت بكل محل، آلاف الناس جابت أكل ومعونات وكل أنواع اللي احنا طلبناها، وهذا بفرجي إشي واحد إن احنا شعب واحد. أطنان من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات تذهب الآن في شاحنات تابعة للأمم المتحدة إلى غزة، حيث تجوب حملة نقف معا جميع المدن والبلدات التي يقطنها العرب في إسرائيل لضمان تسليم منتجات منها حفاضات وأغذية معلبة ومستلزمات نسائية إلى الفلسطينيين. وتتصاعد الأصوات الدولية التي تتضامن مع السواعد الفلسطينية لإنقاذ أهالي غزة من حلقات مسلسل التجويع المستمر، بينما تواصل حكومة الاحتلال إنكارها لأي إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتنفي مسؤوليتها عن الجوع في غزة، وتصر على أنها تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء إلى القطاع. شفنا يعني الموقف يعني عز، يعني هسه لازم موقف رجل واحد عشان نساعد الناس اللي مش تاكل ولا تشرب ولا، يعني الوضع صعب كثير للأسف.
نقف معا. صرخة استغاثة مدوية في وجه ممارسات الاحتلال القمعية وغير الإنسانية لا يفرط فيها الفلسطينيون لنصرة إخوانهم في غزة وانتشالهم من مستنقع الجوع والأوبئة، تزامنا مع ما أكدته الأمم المتحدة بأن القطاع على شفا المجاعة، إذ يعاني جميع السكان من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، فضلا عن حتمية سقوط وفيات بأعداد كبيرة ما لم تصل المساعدات إلى القطاع على الفور. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن إصدار الخطوط الجوية الأمريكية بيانا رسميا بإلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى إبريل المقبل. وفي بيان لها أعلنت شركة الطيران الأمريكية العملاقة أمريكان إيرلاينز أن جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى هذا التاريخ ملغى في كلا الاتجاهين. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه لا يوجد حاليا أي رحلات مباشرة من وإلى إسرائيل خلال فترة الشتاء القادمة على موقع الشركة وفي مركز الحجز. وما زالت نشرة التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها. البرهان يشكر مصر قيادة وشعبا ويثمن تناوله الوضع في السودان. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال إصابة 3 جنود من قواتها كانوا في دورية بجروح طفيفة، وذلك إثر وقوع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين جنوب لبنان. وذكرت اليونيفال أنه يتم التحقيق في الحادث مجددة التأكيد على جميع الأطراف والجهات الفعالة بتحمل مسؤولياتهم لتجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين. أكد مجلس السيادة الانتقالية في السودان أن الحكومة سترسل وفدا إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن تنفيذ اتفاق جدة دون تحديد موعد لذلك. وفي بيان له أكد مجلس السيادة السوداني أن ذلك يأتي بناء على اتصال مع الحكومة الأمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بياريلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة. ومن جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن شكره لمصر قيادة وشعبا على وقوفها بجانب السودان واستضافتها للسودانيين الذين لجأوا إليها. كما وجه البرهان الشكر للإعلام المصري على مهنيته و في تناولين للوضع في السودان وتغطيته للأحداث بكل تجرد وشفافية. رحبت الوفود الدولية المجتمعة في سويسرا للمشاركة في محادثات السودان بقرار مجلس السيادة السوداني فتح معبر أدريا الحدودي من تشاد إلى شمال دارفور للأشهر الثلاثة المقبلة. جاء ذلك خلال بيان مشترك أصدرته مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات والأمم المتحدة ووفود الاتحاد الأفريقي المجتمعة في سويسرا لإجراء محادثات السودان. وأكد البيان المشترك أنه يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية اغتنام هذه اللحظة لنقل المساعدات وإنقاذ حياة الفئات الأكثر ضعفا. كما رحبت الوفود الدولية بالتزام قوات الدعم السريع بالتعاون في توصيل المساعدات الإنسانية لا سيما عبر طريق الدبل الحيوي إلى دارفور وكردفان وبحماية العاملين في المجال الإنساني أثناء عملهم. غادر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير التجارة السعودي ماجد القصيبي، وكما سيعقد لقاء مع رموز الجالية المصرية في السعودية وبعض المستثمرين المصريين العاملين بالمملكة. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة في قرى الريف المصري، وتعتمد بنسبة كبيرة على المتطوعين من منظمات المجتمع المدني، وهو ما يعكس أهمية دور الشباب في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية. وخلال مشاركتها مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة خلال فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الذي يعقد في القاهرة في دورته 43 بمشاركة ممثلي أكثر من 176 دولة، أن مصر تتحدث بصوت قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن الشباب يعد أكبر أصول القارة، وتمكينهم ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أشارت إلى أن المبادرة التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين، والتي من بينها مبادرة شباب بلد النسخة الوطنية من المبادرة الأممية جيل بلا حدود، والتي يشارك في تنفيذها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية والشباب لتنفيذ العديد من البرامج التي ترفع وعي الشباب ومهاراتهم. تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تقريرا مفصلا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكاوى. واستقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال تلك الفترة ما يزيد على 900,000 اتصال من المواطنين ما بين استفسار وطلب وشكوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. طالب محافظ القاهرة إبراهيم صابر المواطنين بضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية لعدم التعرض للمساءلة القانونية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء المخالف مع الإزالة الفورية لها. وخلال تفقده أعمال إزالة دور مخالف أعلى عقار بشارع الفرقان في منطقة المقطم، دعا محافظ القاهرة المواطنين عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء التأكد من التراخيص حفاظا على ممتلكاتهم. أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور أن قطاع مياه الشرب في المحافظة يشهد طفرة إنتاجية غير مسبوقة تتمثل في منظومة محطات تحلية مياه البحر إلى جانب نصيب المحافظة من مياه النيل. وخلال تفقده لمحطة المياه الرئيسية في أكيلو 17 غرب مدينة العريش، أكد محافظ شمال سيناء أن المحطة تعمل بكامل طاقتها بعد توقفها عن العمل بسبب زيادة نسبة المواد العضوية العالقة بمياه البحر، مما أدى إلى ضرورة إيقاف المحطة وإجراء غسيل عكسي للفلاتر متعددة الوسائط للحفاظ على جودة المياه المنتجة. تزخر جنبات شوارع القاهرة الفاطمية بالعديد من الآثار المتنوعة التي ما زالت شاهدة على مدار مئات السنين على تاريخ عريق وحاضر مزدهر. من بين تلك الآثار بيمارستان المؤيد شيخ، أحد آثار العهد المملوكي والذي يعد ثاني بيمارستان باق على مستوى القاهرة، بجانب بيمارستان قلاوون بشارع المعز، أحد أشهر البيمارستانات في العالم. والبيمارستان هو مبنى أثري كان يستخدم كمنشأة رعاية اجتماعية.
في إطار إعادة تأهيل وإحياء العديد من مواقع التراث الثقافي، يأتي مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف إدارة السياحة الثقافية بشكل مستدام. الحقيقة أن حدث اليوم يجسد ويعبر بشكل جلي عن صورة من صور التعاون والصداقة بين الشعبين المصري والأمريكي. نجتمع هنا عند المدخل الجنوبي للقاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو لنحتفي بنموذج احتز به لإدارة وإعادة توظيف مواقع التراث والأثار، وفي مرستان السلطان المؤيد الشيخ والذي كان مخصصاً كما نعلم كمستشفى، وكدنا أن نفقده كمبنى أثري نتيجة عوامل الزمن والتقادم والتداخلات المتتالية لولا تدخل وزارة السياحة والأثار ممثلة في المجلس الأعلى للأثار وإدارة القاهرة التاريخية لترميمه ترميماً كاملاً واستعادة ملامحه المعمارية والوظيفية. نحتفل سوياً اليوم بالمشاركة المصرية الأمريكية في قطاع السياحة والتراث الثقافي في عدد من المواقع الأثرية بالقاهرة التاريخية بعد تطويرها، وذلك من بين 8 مواقع ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية على مستوى محافظة القاهرة، وهي تقية تقي الدين البسطامي والبيرة مستان المؤيدي، ونتطلع مستقبلا للمزيد من التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بحماية التراث بالقاهرة. نحن هنا اليوم من أجل الاحتفال بالعلاقات الممتدة بين الشعبين الأمريكي والمصري، واليوم نحن نعمل على أن يكون هذا الاستثمار من أجل أن تستمتع الأجيال القادمة بزيادة أماكن التراث الثقافي في مصر، ونؤكد على أن المجتمع سيستفيد أيضا من هذا المشروع عن طريق إتاحة الاستثمار للقطاع الخاص وإنشاء وتطوير المزيد من المشروعات حول هذه المناطق، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. يأتي بمارستان المؤيد شيخ من بين الأماكن التي يعمل عليها المشروع، وهو مبنى أثري تم تصميمه كمنشأة صحية على يد الملك المؤيد أبو النصر شيخ، أحد أهم الملوك الجراكسة في مصر، كما يشمل المشروع بيت يكن وزاوية فرج بن برقوق وغيرها من الأماكن التراثية. فإحنا شغالين يعني بنرمم الآثار، وفي نفس الوقت شغالين مع المجتمع المحلي بندربهم بالذات الحرفيين والمثلا اللي بيقدموا طعام في المنطقة، بندربهم على الاتيكيت وعلى الصحة، بحيث أنه لما يقدم أكل للسائح يبقى بطريقة مناسبة وصحية. وبرضه بالنسبة للحرفيين بنديلهم أفكار إزاي يطور المنتج بتاعه. ده طبعا هيفيد المجتمع المحلي وهيفيد وهيزود الإقبال السياح على المنطقة. بمارستان يعني تقريبا مستشفى، فشوفي العظمة اللي فيها المكان والارتقاء الروحي والسمو الجمالي اللي موجود فيها. فطبعا دي حاجة very unique أو فريدة جدا في التراث بتاعنا، ولازم نفتخر بيها. فكونه اتنظف وترمم وحيعاد استخدامه في حاجة تنفع المجتمع، دي حاجة محمودة جدا. بقية الحاجات اللي هم نقوها عشان ودي على فكرة مش الحاجات الوحيدة، يعني في حاجات أكتر أثار وتراث حتى لو مش مسجلة أثار، لكن تراث عظيم جدا في منطقة الدرب الأحمر. فكونهم بدأوا يهتموا بمناطق مش أثار في حتت متفرقة، ونرمم أو نهتم بإعادة تأهيل الأثار دهيت في المناطق، على طول بيودينا لإعادة تأهيل المنطقة كلها. هيكون له مردود اجتماعي واقتصادي وجودة للحياة للقاطنين في المناطق دي. يعد هذا المشروع خطوة في إطار جهود الدولة لإعادة تأهيل المواقع التراثية، إلى جانب العمل على تعزيز دور السياحة كمحرك رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. تستقبل محافظة الوادي الجديد بشائر موسم جني التمور هذا العام باستعدادات شاملة من أجل إنجاح الموسم لتطوير قطاع إنتاج التمور بالمحافظة، وترفع المحافظة شعار صنع في الوادي الجديد بهدف تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والربح لصالح المزارعين وأصحاب مصانع التمور.
استعدادات شاملة تقوم بها الجهات المعنية في محافظة الوادي الجديد لاستقبال بشائر موسم جمع التمور هذا العام من أجل إنجاح الموسم لتطوير قطاع إنتاج التمور بالمحافظة. صنع في الوادي الجديد هو الشعار الذي ترفعه المحافظة من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والربح لصالح المزارعين وأصحاب مصانع التمور في المحافظة التي تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنتاج تمور التصدير. وبهدف التوسع في تصدير محصول البلح، هناك خطة شاملة تم وضعها من خلال إجراء تعاقدات تصديرية مع عدد من الدول وتصدير تمور المحافظة إلى الأسواق الأوروبية والعربية والتي كان آخرها كندا، روسيا، إندونيسيا، المغرب، من خلال التعاقد على شراء المنتج الخام من مجمع تمور المحافظة الحكومي الذي ينتج حوالي 25 صنفاً من منتجات التمور المصنعة. أصناف متنوعة من البلح الخام والبلح منزوع النوى والمحشوب المكسرات والفول السوداني والفستق واللوز وبلح مغطى بالشوكولاتة والبلح الخام وغيرها من الأصناف عالية الجودة يتم تصنيعها وفقاً لأعلى درجات الجودة ومطابقة المواصفات. زراعة النخيل في محافظة الوادي الجديد تشهد توسعاً كبيراً بهدف الوصول إلى مستهدف 5 مليون نخل. زراعة النخيل في محافظة الوادي الجديد تشهد توسعات كبيرة بهدف الوصول إلى مستهدف 5 مليون نخلة مثمرة من أجود أنواع التمور. أعرب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن سعادته بوجود أبطال مصر الأولمبيين في مهرجان العالمين الجديدة. جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024. إحنا سعداء جدا بدعوة المتحدة، شريك استراتيجي وطني للوزارة والرياضة المصرية. الحقيقة أن إحنا نكون موجودين ومعنا أبطال مصر اللي يعني رسموا البهجة، وأبطال مصر كمان اللي راحوا في تنافس كبير جدا جدا جدا. الحقيقة يمكن احنا عصرنا دورتين طوكيو، وده كان في إبان فترة الكوفيد، وبعدين باريس. يمكن باريس كان المجال مفتوح أكبر، تنافس أشرس بشكل كبير. كما أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أنه سيكون هناك قريبا نماذج تعمل الدولة على تحضيرها لتكون أبطال عالم. فيما وجه أبطال مصر الأولمبيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرياضة والرياضيين. الأولمبيات يا إما بيكون على حسب نوع الرياضة من خلال بطولة أفريقية أو من خلال بطولة عالمية، وده بيكون ليه تصنيف وبيكون ليه منافسة كبيرة جدا، علشان مش كل الناس بتقدر ان هي تطلع للأولمبياد. فصعود الأولمبياد في حد ذاته هو حجم من البطولات وحجم من الإعداد الكبير جدا. وبعدين الدورة الأولمبية بيكون ليها ظروفها وليها المنافسات الخاصة بيها. هذا وتتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. الآن متابعة أهم الأخبار الاقتصادية.
ومصطفى ميزار. شكرا سحر ناجي، شكرا إلهام نمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى محطاتنا في نشرة التاسعة، أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. وضع محافظ كفر الشيخ علاء عبد المعطي حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية في قرية شابة بمدينة دسوق، والمقرر إقامته على مساحة 12 ألف فدان وبطاقة 600 طن في اليوم. أكد محافظ كفر الشيخ أن المصنع يخدم مركزي دسوق وفوة، ويتم تنفيذ المشروع في خلال 22 شهر ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي. أشار إلى أن مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات في دسوق يأتي ضمن ثلاث مصانع يتم تنفيذهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك ضمن خطة حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب. بنتشرف بوضع حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات الصلبة في، وده وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على بيئة نظيفة لكافة المواطنين المقيمين على مصرف كيتشنر أو بالقرب منه. احنا الحمد لله من عدة أيام وضعنا حجر أساس لمصنع في الحمول، النهاردة بنضع حجر الأساس في مصنع دسوق، إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة هنضع حجر أساس آخر في كفر الشيخ، وده من شأنه طبعا لتحسين الأحوال البيئية والصحية لكافة المواطنين المقيمين بالقرب من مصرف كيتشنر أو المقيمين في الدوائر والبلاد المطلة عليه. أكد موقع فاينانشال تايمز أن قطاع السياحة في مصر أثبت قدرته على الصمود أمام الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من تأثر العديد من دول المنطقة والتي لم تعد موجودة سياحيا. أكد الموقع كذلك أن مصر أثبتت قدرتها على الصمود في قطاع السياحة، وأشار رئيس المجموعة TUI العالمية إلى أنه يثق في الإمكانيات السياحية في قارة إفريقيا، لافتا إلى أن هناك عددا من الوجهات السياحية تحظى بإقبال كبير من بينها مصر. جاءت مصر ضمن أفضل عشر دول إفريقية في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة خلال العام الجاري 2024، ما يسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية لتحفيز النمو الاقتصادي. كشف تقرير جديد أجرته جامعة ييل الأمريكية أن مصر جاءت في مؤشر أداء بيئي بلغ 43.8 نقطة. يستند هذا التقرير إلى 58 مؤشرا و11 فئة، تشمل هذه الفئات تقييم لجهود الدول في مجالات متعددة، من التخفيف من أثار تغير المناخ وتلوث الهواء إلى إدارة النفايات واستدامة مصائد الأسماك والزراعة وإزالة الغابات وحماية التنوع البيولوجي. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية بسبب خلل في إمدادات الوقود. وفي بيان لها أعلنت الوزارة قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في جليب الشيوخ وحولية والسالمية ومبارك الكبير وصباح الأحمد السكنية والعمرية والفروانية والجهراء القديمة وأبو فطيرة وغيرها. أكدت الوزارة الكويتية أن هذه الخطوة تأتي حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد. أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل
نمو الاقتصاد بأقل من المتوقع في الربع الثاني من العام 2024. نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.2% في الربع الثاني على أساس سنوي، وهو ما يعكس تراجع الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني على أساس نصيب الفرد منه بمقدار 0.4%، ويعزي الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 8.2% في الربع الثاني، في حين كان هناك انخفاض بنسبة 1.9% في إنتاج الأعمال والمشاريع التجارية. انتهت وقفتنا الاقتصادية مشاهدينا الكرام، لكن أخبار التاسعة مستمرة ونعود لاستكمالها مع إلهام نمر وسحر نادي. شكرا لك مصطفى ميزار. عملت محافظة بورسعيد على تطوير الشواطئ لاستقبال المصطافين من جميع المحافظة. تمتد شواطئ بورسعيد لمسافة 6 كيلومترات ببورسعيد وكيلومترين ببورفؤاد. أماكن سياحية وترفيهية عديدة تتميز بها محافظة بورسعيد، ومن بينها شاطئ البحر المتوسط الذي يمتد إلى 6 كيلومترات بمدينة بورسعيد وكيلومترين في مدينة بورفؤاد. المحافظة لم تتوانى عن تطوير الشاطئ، وقامت كذلك برفع كفاءته لاستقبال الزوار الذين يأتون من جميع أنحاء المحافظات للاستمتاع بفصل الصيف. بورسعيد بتتميز برحلات اليوم الواحد، الخدمات الكتير اللي بتتقدم في اليوم الواحد ده من خلال طبعا الرواد اللي بيبقوا بالنسبة لسوق السمك، بالنسبة للمزارات السياحية اللي موجودة في بورسعيد، جبل المال، حديقة فريال، المسلة، الشاطئ. وتتعدد المشاهد الرائعة على شاطئ بورسعيد بين لعب الرياضات المختلفة ككرة القدم والراكت وغيرها من الألعاب الشاطئية، وممارسة السباحة داخل مياه البحر للأطفال والكبار. بقول لكل الناس تيجي تزورنا في بورسعيد وتيجي تستمتع بالشاطئ المجاني اللي بيمتد 6 كيلو من الحاجز الغرب لقناة السويس لغاية المطار. شاطئ مفيش أي تيكت، مفيش أي، وعليه خدمات عظيمة جدا جدا. بدأنا الحمد لله وما كانش يعتبر في حالات غرق خالص الحمد لله. المنقذين مؤهلين جدا لأي حالة ممكن تحصل في أي وقت الحمد لله. زوار محافظة بورسعيد يقومون كذلك بمشاركة الصيادين في رحلات خاصة بهم على الشاطئ وشراء الأسماك الطازجة. متعودة أن أنا على طول أجي هنا عشان المكان هنا حلو قوي، أنا وأصحابي وبنيجي ونقضي اليوم، بننزل البحر وهنا في غدا حلو قوي. احنا والله بنيجي بنجيب طبعا مستلزمات بتاعتنا، كل حاجة تقضينا اليوم. باجي كل سنة هنا بصيف وبلعب مع أصحابي، باجي أنا وماما وبابا. باجي ساعات أقعد بالليل فيه، مش شرط إن أنا باجي أنزل مية، والمية بتاع بورسعيد طبعا معروفة، ناس كتير بتيجي تصيف هنا. هذا وتسود حالة من الفرحة والسعادة بين الأهالي والزوار من المحافظات الأخرى خلال تواجدهم على الشاطئ وتناول الوجبات المختلفة والاستمتاع بحفلات السمسمية، هذا الفولكلور الشهير الذي يميز مدن القناة. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. مرة أخرى إلى مصطفى ميزار، تفضل مصطفى. شكرا إلهام نمر، شكرا سحر نادي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة رياضية جديدة في نشرة التاسعة. توج المنتخب الوطني للجودو بلقب البطولة الإفريقية للشباب والشابات المقام حاليا في العاصمة الكاميرونية ياوندي بمشاركة 17 دولة. حصد المنتخب الوطني المركز الأول ب 15 ميدالية على مستوى منافسات الفردي والفرق، وذلك بواقع 5 ميداليات ذهبية و4 فضيات و6 برونزيات.
يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا وزد اف سي الان في المباراه التي تجمع الفريق على استاد القاهره الدولي ضمن منافسات الجوله 34 والاخيره من مسابقه الدوري، كما يلتقي الان ايضا فريق المصري والاتحاد السكندري في المباراه التي تجمع بينهم على استاد برج العرب في الاسكندريه ضمن منافسات الجوله من عمر المسابقه. يحتل فريق النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقه الدوري ب 52 نقطه، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر في جدول المسابقه ب 41 نقطه. فاز فريق الجونة على المقاولون العرب بهدف دون رد في ختام الدوري المصري الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ليتأكد هبوط نادي المقاولون العرب للمرة الثالثة في تاريخه لمسابقة دوري القسم الثاني. كما تعادل فريق القرى الأول بنادي البنك الأهلي ونظير الداخلية سلبيا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من زمن مسابقة الدوري المصري. يحتل الداخلية المركز الأخير في جدول الدوري ب 20 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري ب 36 نقطة. استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات بطولة السوبر المصري الرباعي خلال فترة من 18 حتى 21 من أكتوبر القادم في الإمارات العربية المتحدة. كان اتحاد الكرة قد فاضل بين ثلاث مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصري الرباعي، والذي يقام بمشاركة بطل الدوري المصري، بطل الكأس وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق رابع يتم توجيه الدعوة له من الجانب الإماراتي مستضيف البطولة. إلى الدوري الإنجليزي، وفيه فاز مانشستر سيتي على نظير تشيلسي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة. في نفس الجولة حقق فريق برينتفورد فوزا صعبا على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كريفين بارك. يشارك محمد سعيد لاعب المنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين للمرة الأولى في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 من أغسطس الجاري وحتى 10 من سبتمبر القادم. يعد محمد سعيد أصغر لاعب ضمن البعثة المصرية المشاركة في الدورة البارالمبية، ويبلغ عمره أقل من 16 عام. يتواجد المنتخب المصري لكرة الهدف في المجموعة الثانية بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية بجانب كل من الصين وأوكرانيا واليابان. انتهت جولتنا الرياضية مشاهدينا الكرام، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع إلهام نمر وسحر مالي. شكرا لك مصطفى ميسر. توفي أسطورة السينما الفرنسية النجم ألان دولون عن عمر ناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض. ونتحول الآن إلى آخر أخبار الطقس في هذه النشرة. مرة ثالثة وأخيرا نعود فيها إلى مصطفى النزار، تفضل. شكرا من جديد إلهام نمر، شكرا سحر نجم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحر رطب على السواحل الشمالية نهارا، بينما يسود طقس مائل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء ليلا، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن القاهرة. نبدأ هذا من القاهرة، درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، في الإسكندرية 33-24، في مطروح 32-24، في بورسعيد 34-24، في الإسماعيلية 37-26. بالنسبة لمحافظة السويس درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26، العريش 32-24، طابة 36-28، شرم الشيخ 40-31، الغردقة 40-30، الأقصر 41-27، أسوان 42-29، الوادي الجديد 41-27، شلاتين 38-30، حلايب 37-30. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وهكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، وتبقى التذكير بالعناوين. خلال المؤتمر الكشفي العالمي تحت رعاية الرئيس السيسي، مدبولي يؤكد أن الدولة تدرك أهمية استغلال ودعم الطاقات الشبابية المبدعة. خلال لقاء مع وزير الخارجية، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تثمن دور مصر في التعامل مع الأوضاع بغزة. بلينكن يصل إلى تل أبيب ويلتقي نتنياهو وجالانت غدا لبحث وقف إطلاق النار في غزة. نهاية نشرة التاسعة، أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.